برخط جامع بطون حقيها عدالات حسب معارض كوطني وقيبة كم إذا وربعين تقولها ذي حرون تحسب كل هي مجالات دار جيسا أي وحو إذا موسو كذي حكومة الصومالي لان حقيها أو كهذا يا أي واحد الذي سي كم بدها مدح تويدو ومرايدة قرنك مدح تويدو وبرت لجم إذا يو قرنك وبرت لجم عمله أريمها قرنك مدح تويدي سيدا هيد ما أنت كمان موقته هو جامين هولها قرن كهجيسة يقرن ما تامي وبرتا إكسو بروقنا يسو نحلقة نعيب شها يكلا قيمين تو مدو هو جامين تنوع أنا مصبي حدا سيدا كوسي صعته وحابور دون تفرصة دو مدو عيكوي على تو شروينة آية كتشجع قرن كسومان لانا يبرتو كل شيء سين وعند تاجن تايمانت هدي دو بكوتو محل لجودة ويا عدة دو ده نبتاع أمد هيسا هو جامين تدا قابل سني وعدة هاد بمعاملك يمسؤولية ده دلكو صارنت وأحمد حويله تينا ما موقته وحال الله سعودا بلشة سومال لان كده ركسنتهاي قبل كسناك كارهان سناك بري أو برنا يككو تاهينا قلبتهاي وحال جوار قبعة معيشة دي نبتة هيد إيه اللي هي أديك بلشة دي أساسي جاها عفمات كي بيه وحبرشة دي هنتو بينا بيلحتها وحد كوار قبتان إن جنا عصا تفر بدنا وورطها وبدنا يلحد قبل دي جنا مهردوج يسحلان سحر بر درت ويحلن كر لا ده حكومة ده هذا تلا ضحيس واحد كوار قبتان نبضي صالح دير الجبل كصال إن ما أنت لوري تيجي مجالد تشكشكا واحد كوار قبتان إن أمن جدلك يا أرمها دي بدبة أي فاشل هين واحد كوار قبتان لين عكستان ولش بلشدة لا جا جابه إن ما أنت بيلحب ده نكمل وقته وأنا فشل كه جامينات إيه جامية هو مدة ما أنت هجية geesta kala xogay barxad jaamac batoon oo hadalkiisa si wata ayaa waxa uu ka hadlay eedeymo maalintii shalayto uu soo jeediyay afayeenka madaxtooyada Soomaaliland maxamuud warsame jaamac xogayaha oo ka hadlaya ayaa waxa uu yiri afayeenki kalifna inshaallah tola saxaafada soo istaagay dadka psychology-ga yiqiina waxay sawiran karayeen kadeed iyo ka kanaan farabadaniina ka muuqatay inana ku niyi sameyn wuxuu akhriyay laakiin lagu soo qasbayno أنا أقول اسمان لهين أرد دوكسي جماعة من مليون كاف لحد ما بدحت وهذا دحف لده واحد ساعد إن الدفع ذاك اللي نتشيران ودوكسي جا دبع صار لودر دانه مرايد ما دحت وهذا دل كلاجة أرمية إريد النوع عاسة إن عيب شيء النحل جو ومدة كل حبورة يا مركة كإيمان يا حلك عدة اللي جسوا يلا قرن ماي إن حسب جو وطني حسب جودنا وحقوق أساسية هي حرفولين وحلاه وحلا ده ليجل بيرسونال تي حسانة شرعي وحقوق أساسية قطب دستورية أو قطب كسجالات ذلك حسب جودني وحسب كم إذا صدق ده حسب قرنا ذلك كتيرة شلا طالع أفيان كأكل فينا وحلاها حسب جودني عاركوس اللي وهم بقى سويدين لي حسب جودان ميان وهين كي حلال أي كرسي جم وصبي حمان تو كفني تطبع شكل دي مالنتي اللي قدر واقعي دور شيء ذلك كذا حسب جودان ميان وهين كأمدن سقوط كيدي أيه ذا كتليه حسب جودان ميان وهين مش شرعي ذلك كل سنة كوافقس أنا ما هالنوع أنا واحد كلف يعني كلف سيف وقاعد شها أمدا حلك عارة نبضين تقبل هذا بري وحكة قبشة ده سحر برارك سياسة داريمة هدي بدأ فشل متى خيرة يا فرماتة الباب كستاك صاحران هندراب كجوده يا كبنانكا ومدن يا شعب كده كوه بسدي عدة حلين كريلا تهلي كريلا وضد كنوع عاصة إيش هذا تورس ده كوه داقي إيه هدلي geesta kala xogay barxad jaamac batoon oo hadalkiisa si wata ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inay qaadi doonaan talaabo sharci waafaqsan eedeymo uga yimid xukuumadda Soomaaliland ka xisbi ahaan waxaa noo muuqata qadafka iyo gifka markasta xukuumadda Muuse Biixa ee dalka ka galayso
أي كل علينا يسأ إشارة طلنا مرك أولينا يولها حسب جودني والسومالي وين أكل قيبين تأمة دولي وكبك سن لعي أحرف ده كل ياتي ويقينا أي تعي أنت لا بشر عوا فصنا نقاد دوم قدال بان وكل شيء قدونا حمسة كم حسين حمسة وو تلفيشك عالمي جاي ستار تي في هالجيسه